صباح الخير، اتمنى ان حضراتكم جميعا تكونوا في احسن حال. Last time we began chapter 3 and we talked about social network. We talked about what is a network, what are social networks, examples of social networks, why study networks and social networks, network structures. Today we will consider the following points: network properties, the small world effect, and models of network growth. المرة اللي فاتت احنا بدأنا chapter 3، اتكلمنا عن مجموعة من النقاط. ايه هو الشبكة؟ ايه هي الشبكات الاجتماعية؟ وتناولنا امثلة مختلفة عنهم، وتناقشنا سوا هو ايه سبب دراستنا للنتوركس، وايه الستراكشرز المختلفة، التوبولوجيز المختلفة، الاشكال المختلفة اللي بيتم على اساسها بناء الشبكات، وركزنا على السوشيال نتوركس او الشبكات الاجتماعية. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن network properties, the small world effect and models of network growth. Network properties. To understand any network, we have to determine its properties. عشان نقدر نفهم أو نحلل أي شبكة، محتاجين إن إحنا نحدد إيه هي أهم الخصائص الخاصة بيها، أو اللي بتميزها، أو اللي بتحددها. تاني، network is expressed by a set of nodes joined by links or edges. بالتأكيد تاني يا جماعة، إحنا عرفنا networks بأنها مجموعة من النودز بترتبط بينها وبين بعضها عن طريق اللينكس، او ما يطلق عليه في النتوركينج ترمينولوجيز او مفهوم الشبكات بالايدجز. اوكي، the first properties is to determine if the network is directed or indirected. احنا اتكلمنا عن النقطه دي المره اللي فاتت، ان من اهم الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها يا ترى العلاقه بين النودز directed, which means it is only run in one direction, or it is undirected, which means that the directions or the relation in both direction. تكلمنا على فكرة مهمة جدا، يا ترى طبيعة العلاقات، يا ترى هي موجهة directed or undirected، يعني في الاتجاهين. ممكن نشوف مع بعض الرسمة اللي موجودة قدام حضراتكم. The relations between A and B, B and E, B and C, D and C, E and D, all are directed. العلاقات معظمها في الشبكة اللي قدامنا دي هي directed. يعني ايه directed؟ يعني موجهة من نود لآخر، زي بالضبط ما شرحنا في citation network. رجعنا او كنا بنحاول نمثل السيتيشن نتورك، او ان في عندي ريفرنس معين او عندي كتاب معين واخد معلومات من كتاب تاني، فالعلاقة بينهم موجهة، يعني اكيد في ريفرنس واخد من الاخر تبعا لوقت الصدور او وقت نشأة الكتاب ده. ما ينفعش الاقي بالعكس، يعني الكتاب اللي موجود سنة 2020 سهل ان انا الاقي فيه ريفرنس من 2018، لكن اكيد مستحيل الاقي ان في كتاب الطبع سنة 2018 واخد من ريفرنس لسه لكتاب هيتطبع امتى 2020. فالعلاقة بين A و B، B و C، D C، E D، كلها هي علاقات موجهة directed، وعشان كده بنمثلها بسهم، باتجاه سهم بيوضح من الى. طيب ال undirected، لا ال undirected زي المثال بتاع D to B or B to D، الاثنين زي بعض بالضبط، العلاقة بينهم undirected، في علاقة بينهم هما الاثنين بنفس الاتجاه. وزي ما قلنا example عليه كان ال World Wide Web، ان العلاقة بين ال web pages هي undirected. انا من سهل اخش على web page ومن نفس ال web page ارجع تاني على ال web page اللي كنت موجودة عليها، وهكذا. A graph representation email message between individuals would be directed since its matches only goes in one direction. من الأمثلة على الدايركتد
ريليشن يا جماعة المسج، الايميل مسج او اني مسج. ازاي؟ انا دلوقتي لو قلت لحضراتكم صباح الخير، انا الرسالة موجهة مني اليكم. طيب حضراتكم هتقولوا لي بس احنا سهل ان احنا نرد. تمام، الرد ده هو عبارة عن مسج تانية، هي عبارة هتقولوا لي صباح النور، فهو رد بمثال برسالة اخرى مختلفة. عشان كده الرسالة في حد ذاتها ما بقولش العلاقة بين الاشخاص، انا بقول الرسالة في حد ذاتها بتبقى موجهة من فرد الاخر، من فرد المجموعة اخرين، بس هي موجهة. ما اقدرش عليها، ما اقدرش اقول عليها انها في الناحيتين، لان اكيد ان انا مش بكلم شخص وفي نفس الوقت انا بكلم نفسي. The second properties is centrality، ودي نقطة برضو اتكلمنا عليها وشرحناها في الجزء الاولاني من chapter ده. فكرة which the most important node، ايه النودز المهم، ايه النودز اللي بيتصل باشخاص كتيرة. احنا خدنا عليها اكزامبل المحاضرة اللي فاتت، لكن هنا لما هنيجي نتناولها في الخصائص او في البروبرتيز هناخدها بان احنا بنحسب، بيبقى محتاجين نحسب لكل نودز الديجري سنتراليتي بتاعته او عدد اللينكس اللي متصلة بيه، لان بتكون عندي شبكة كبيرة جدا. فعشان اقدر احدد which is the best connected or which is the most important، لازم يبقى عندي لكل نود الرقم بتاع اللينكس، الرقم بتاع الايجز اللي متصل بيها عن طريق النودز ده. يبقى تاني خاصية عندي هي degree centrality which is the number of ages connected to a node، والمرة التانية هي بتتحسب لكل نود على حدة. فهتلاقوا عند حضراتكم مثلا عندي في نودز، نودز دي كلها 1. ليه 1؟ لانها متصلة بشخص واحد اللي هو نمبر 5. طب نمبر 5 هو ليه كم علاقة؟ 1 2 3 4 5. في ايه 5؟ عندي 5 ايه؟ عندي 5 ages of 5 links. طيب في عندي نودز تانية less important اللي هو عندي رقم 3، هو برضو متصل بتلاتة. عندي نودز تانية اللي هو 2 متصل باتنين، هنلاقيه اصغر شوية. ودي من الحاجات اللي اكدنا عليها المرة اللي فاتت، ان حجم النودز هي بتوريلي كمان بقدر من خلالها ان انا اشوف يعني قوة النودز دي او مدى العلاقات اللي موجودة فيها. بس في الواقع ان انا بكون فعلا حاسبة لها الديجري سنتراليتي، وعلى اساس الرقم ده هو اللي بيتم رسم حجم النود. Each node in a network has its degree. A directed graph has both an indirect and an out direct or out degree for each node. في ملاحظة مهمة، ان انا لما باجي احسب، لما باجي احسب ال degree centrality، لازم في الاول اكون حددت هي directed، الشبكة بتاعتي directed or undirected، او النودز بتاعتي نفسها. ما هو كل نودز يبقى هنا بحدد للنودز نفسها هي directed ولا undirected، وده هيفرق في الحساب. هيفرق في الحساب، مش هيفرق في التوتال اللي هو عدد الايدجز اللي متصلة بالنود، اكيد هيطلع متساوي، بس هيفرق في ان هو بيديني تفصيل اضافية. نقدر نشوف هنا في الجزء الاولاني اللي هو undirected، undirected بدام انا مش رسم اسهم فده معناها انها undirected، بدام مفيش رسم راس سهم موجهة لأي من النودز فده معناها ان الريليشن بتوين نودز هنا اوكي is undirected. طيب هبدأ احسب مثلا لايه الديجري سنتراليتي، هيطلع لايه؟ ايه هي 1 اوكي. طيب فور مثلا نود بي هيطلع عندي كام؟ لو عدتهم هيطلع عندي 1 2 3 4. جميل. طيب بالنسبة للundirected، لا بالنسبة اسفة بالنسبة للdirected، لا الوضع هيختلف. الوضع هيختلف في ان انا بحتاج احدد او اقسم التوتال ديجري او الديجري سنتراليتي لجزئين. ايه هما الجزئين؟ الان ديجري اند الاوت ديجري. طيب يعني ايه ان ديجري؟ يعني عدد النودز اللي داخله على النودز اللي انا بحسب لها الديجري بتاعتي. فهلاقي مثلا ان انا عندي
بي، ها هنلاقي عندي مثلا بي ليها ام ديجري كام؟ في هي متوصلة بتو نودز A و C، لكن هما الاتنين بي بيوصلوا لها، او العلاقة بينهم دايركتد من C ل B ومن A to B، يبقى هما indirected. اسفة، يبقى هما in degree، يبقى هما in degree. طيب لكن في العلاقة مثلا بتاعة C اللي موجودة ومكتوبة قدام حضراتكم، العلاقة عندي هنا ان انا عندي ال n degree 2 اللي هما جايين من النودز A و D، لكن في نفس الوقت C هي طالع منها، يبقى هي كده out degree ال edge اللي متصل ب B، يبقى ال total degree ل C هو 3. تاني ال n degree 2 اللي هو A و D، لكن ال out degree for C is 1 اللي هو متوصل بالنود B. طيب وال total degree بحتاج ان انا اجمع ال in degree plus ال out degree. طيب ناخد مثال تاني، مثلا الاقي عندي عند جي التوتال ديجري بتاعها هو 1، انها متصله بنود واحده بس هي اف. طب يا ترى هي ان ديجري اور اوت ديجري؟ هي اوت ديجري. يبقى الان ديجري بتاع جي ايكوال 0، الان ديجري بتاع الاوت ديجري بتاع جي ايكوال 1، التوتال ديجري فور جي ايكوال 1. من النقاط الهامة الأخرى اللي احنا بنحتاج نحددها في الخاصية بتاعة السنتراليتي هو the closeness centrality، which mean the average length of the shortest path between the node and all other nodes in the network. اللي احنا بنحتاج نعرف هو ايه أقصر طريق، ايه متوسط أقصر طريق للنودز اللي موجودة وبين كل النودز التانية اللي موجودة على النتورك بتاعي. طيب وبالتالي كنتيجة منطقية او مفهوم اساسي ان انا بقول اقصر طريق، يعني انا دلوقتي عايزة اوصل او عايزة اعمل رسالة بين شخصين هما اساسا ما يعرفوش بعض، بس انا عارفة ان هما على نفس النتورك، يبقى انا هبدأ ادور على الناس في النتورك دي اللي ليها هاي ديجري سنتراليتي، بمعنى ان ليها ريليشنز كتير، بمعنى انها مور كونكتد تو اذرز، عشان هي اللي هتقدر توصلني بسهوله للشخص اللي انا عايزه اوصله ده. وبالتالي the more central a node is the closer is to all other nodes. يعني ايه يا جماعه؟ بصوا حضراتكم للرسمه اللي موجوده دي، انا لو عندي نتورك بالشكل المرسوم قدام حضراتكم ده، انا خلاص رسمته، حددت العلاقات اللي موجوده بين النودز المختلفه، وعايزه اوصل انفورميشن معينه لكل اعضاء النودز دي، بس عن طريق ان انا هتواصل بنود واحده. ايه النود اللي انا هختارها؟ ده نفس فكره المثال اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. ايه النود اللي انا هختارها؟ هلاقي ان النودز اللي هتوصل اسرع لكل النودز التانية اللي موجودة هي نود B. طيب ليه؟ لأن B بتتواصل بشكل مباشر ب A C E G H، وبالتالي هي ال degree centrality بتاعها 5، وده أعلى degree موجود في النتورك ده. ده اعلى ديجري موجود في النتورك كده، لو حسبنا الديجري في كل نود هنلاقي ان هو اعلى واحد 5، اللي هو عند انهي نود؟ اللي هو B. طيب B عايزه توصل الرساله لكل النودز، هتقدر توصلها يا اما بخطوه واحده باللي مشتركين بيها بشكل واضح، اللي هما زي ما قلنا عليهم A C E G E، او هتحتاج خطوتين عشان توصل مثلا ل دي لاف لاي، كده هتحتاج خطوتين بس عشان توصل الرساله من خلالهم، واقصى حاجه هتحتاجها هي ايه؟ 3 خطوات
عشان توصل الرسالة لجي. وبالتالي الشورت باث او الاقصر طريق بنقدر نوصله بيكون عن طريق النودز اللي ليها هاي ديجري سنتراليتي. بس فكره الشورت باث دي بيطلق عليها فكره كلوزنس سنتراليتي او القرب، مدى القرب، مدى القرب اللي بقدر اوصل بيه لاي مكان موجود عندي او لاي نودز بسهوله في الشبكه بتاعتي. The third properties is the connectivity. دلوقتي عندنا الشبكة، بدأنا نحدد the degree for each node، بدأنا نحسب the degree. تاني خاصية أو أول خاصية كانت عندنا إن أنا حددت طبيعة العلاقات directed or undirected. مهم ان انا اعرف حاجة تانية مهمة جدا، فكرة الكونكتيفيتي. يعني ايه الكونكتيفيتي يا جماعة؟ طبيعة العلاقات اللي موجودة على الشبكة دي. يعني ايه طبيعة العلاقات؟ زي ما حضراتكم شايفين ممكن الشبكة تبقى كبيرة او فيها عدد مجموع عدد كبير من الافراد، والمفروض نظريا انهم فيهم علاقات بينهم وبين بعض. نظريا مفيش حاجة يمنع ان ما يبقاش فيهم علاقات. مثلا العلاقات الدولية بين الدول، المفروض ان في معاهدات سلام وفي معاهدات تجاره خارجيه، في معاهدات كتير جدا، فالمفروض ان الدول ليها علاقات مختلفه، تمام. لكن فعليا مثلا بيتم التصدير والاستيراد بين كل الدول في العالم؟ اكيد اكيد في دول بتستورد من دول معينه او بشكل اقوى من دول تانية. في علاقات تانية مثلا ايه، سياسيه، بس احنا بعيد عن بعض جغرافيا ومفيش ريليشنز تمام في بيننا وبين بعض، او كلنا متفقين على معاهدات سلام معينه او حاجات خاصه بالامم المتحده، لكن مفيش علاقات مباشره بيننا وبين بعض. وبالتالي ممكن يكون اول شكل الشبكه ان مجموعه من النودز بتاعتها عدد موجود كبير، في علاقات هي موجوده بشكل نظري لكن بالشكل الفعلي هي مش موجوده، او اللي موجود منها بيبقى قليل قوي زي ما حضراتكم شايفين على الناحيه التانية. مثال تاني، حضرتك ممكن تكون مشترك على صفحه معينه على الفيسبوك، يبقى حضرتك مجرد اشتراكك معناه ان انت بقيت ممبر او بقيت نود في الشبكه دي، لكن انت مش هتعلق او مش هتعمل شير او مش هتعمل كومنت الا لحد تعرفه. هو لو شخص حضرتك تعرفه في النتورك دي وكتب حاجة، هتبدأ كتب مثلا ان هو نجح، فانت هتقول له مبروك، انت هتقول له مبروك لان انت عارفه. لكن لو حضرتك ما تعرفوش بشكل شخصي، انتوا على نفس الشبكة والمفروض ان في علاقات بينكم، بس واقعيا مفيش، هي مش موجودة، مش هتحصل. وبالتالي الكونكتيفيتي هي بتشرح فكرة مهمة جدا اللي هي طبيعة العلاقات اللي موجودة في النتورك، وان احنا لازم نبقى متخيلين ان ممكن يبقى فيه شكل ظاهري للنتورك ان هي كبيره قوي وفي ريليشنز كبيره قوي، لكن في ريليشن حقيقيه وفي ريليشنز ظاهريه او مش بتتم عن طريقها اي علاقات فعليه. يبقى the connectivity of social network okay determine how individuals are connected، ازاي اشخاص بيرتبطوا بينهم وبين بعض to one another through the network. which node is the network in the network is critical to the network's connectivity. وبالتالي ايه النتورك اللي مهمة لو انا شلتها او قصرت فيها او عن طريقها ارسلت اليها المعلومات فعلا هتقدر تأثر على بقية الشبكة، او حذفها هيأثر بشكل سيء عن الشبكة اللي موجودة عندنا. يعني الشبكة اللي موجودة عندنا دي يا جماعة طبيعة الكونكتيفيتي فيهم، يا ترى في اي نودز انا لو شلتها هتأثر على الشبكة؟ لا، مفيش، لان مفيش ريليشنز حقيقية موجودة. اوكي، هي مجرد افراد بسيطة اللي مرتبطة بينها وبين بعضها، وان كان ظاهريا هي ريليشنز بينهم ايه كتيرة زيادة عن اللزوم. فمثلا بيقال ان على سبيل المثال in order to destroy connectivity in the web one has to remove all vertexes with degree centrality greater than 5. يعني بيقول ان انت لو حضرتك عايز نشيل صفحة معينة اوكي من على الويب،
يبقى حضرتك لازم تشوف الشبكة اللي هي موجودة فيها، لازم تعرف ايه البيجز التانية اللي مرتبطة بيها، وتشيل كل النودز اللي ليها هاي، اللي ليها degree centrality greater than 5، اكتر من 5. اوكي، وبالتالي هو ده عمليا شيء ايه، شيء صعب، شيء صعب على الويب او على طريقة الترابط بين الصفح اللي موجودة بينها وبين بعضها على الويب. بيرتبط مفهوم الكونكتيفيتي بمفهوم تاني مهم جدا، هو فكرة الريزيلينس. الريزيلينس دي مقصود بيها المرونة، يعني مدى مرونة الشبكة. يا ترى في نودز انا لو شلتها هتأثر بشكل كبير قوي على بقية الشبكة؟ نفتكر مع بعض النتورك ستراكتشر لما كنا بنتكلم على الستار، ولا لا الشبكة دي مرنة بدرجة كافية بحيث ان انا لو شلت نود معين لا مش هيأثر على بقية الشبكة والرسائل او المعلومات او ايا كان التواصل بين النودز اللي موجود بينها وبين بعضها، هيقدر يلاقي طرق او باثز مختلفة عشان يوصل بيها. اوكي، فهو الريزيلينس او المرونة بتاعت الشبكة بتدرس فكرة معينة. if some nodes are removed، لو شلنا بعض، ها لو شلنا بعض النودز، يا ترى الكونكتيفيتي هتتأثر ولا لا؟ طبعا من اهم الخصائص او يعني من اهم الاكزامبلز اللي مهم فيها قوي فكرة فكرة الريزيلينس، فكرة الشبكات في انتشار الامراض diseases. ان يا ترى لو في عندي علاج معين وقدرت اديله لنودز موجودة عندي في الشبكة، ده هيساعد في ان المرض ما ينتشرش حوالين الشبكة، او ان هو ينتشر هتختلف باختلاف مدى مرونة الشبكة دي. اخر خاصية عندنا هي النتورك سايز. النتورك سايز مقصود بيها حجم النتورك او عدد النودز اللي موجود على النتورك كله. وبنقول in general the value of social network، هنا بنركز على العلاقات الشبكات الاجتماعية، is generally determined by its size and the connectivity of its node. بتبقى في الأساس معتمدة على حجم الشبكة وطريقة التواصل بين النودز بينها وبين بعضها جوه الشبكة دي. ولأن طبعا النتوركس كبيرة بتختلف بيولوجيك يعني عن النتورك صغيرة في مدى ايه تأثيرها او مدى التأثر بوجود الأفراد ايه عليها. يبقى نفتكر سريعا مع بعض النتورك بروبرتيز عندنا خمسة. اول حاجة ان انا لازم احدد يا ترى if the relation between the edges are directed or undirected. The second one is to determine the centrality of social network, which mean to calculate the degree centrality for each node. Okay, and we can determine from these degrees the short path. The third properties is the connectivity, how individuals are connected. The fourth, the resilience or المرونة، مدى مرونة الشبكة اللي عندي. ترى هتلاقي باثز مختلفة تقدر توصل من خلالها المعلومات او الامراض او whatever كانت طبيعة العلاقات بين النودز دي. واخر حاجة the network size او حجم الشبكة. دي كانت اول نقطة عندنا النهاردة. النقطة التانية اللي احنا محتاجين نتكلم عنها هي فكرة models of network growth. اي شبكة هي بتقدر يحصل لها نوع من انواع الجروث، تنمو تكبر، حتى الفيزيكال لما ممكن نبني شبكة مية او شبكة كهرباء نتخيل، لكن ممكن بعد كده ناخد منها فروع ونكبرها ونزودها. وطبعا ده بيحصل بشكل اسرع وبشكل اكبر في السوشيال نتورك، ومعناها ان بيتم اضافة يعني اد نودز another nodes for each or for any edges بطريقة معينة. ان انا ازود nodes بترتبط بنود معينة عندي في الشبكة، ان هي بترتبط بينها وايه وبين بعض.
في مودلز فور جروث فور نتورك كتير ومختلفة، لكن احنا هنا يعني فور سمبلستي هنركز على اهم او اشهر تو تايبس اللي هما راندوم نتورك اند سكيل فري نتورك. ببساطة شديدة راندوم نتورك او من اسمها، ممكن حضراتكم تبصوا ولو للحظات للرسمة اللي موجودة، الرسمة اللي موجودة ببساطة شديدة بتقول ان انا عندي نمبر A، اوكي نمبر A في عندي شخصين، كل شخصين بيتكلموا مع بعض او ممكن تلاتة واقفين يتكلموا عاملين جروبس وبيتكلموا مع بعض. طيب later بقى بعد كده هنلاقي ان كل واحد منهم من الجروبس دي بدأ يروح يعمل كوميونيكيت مع جروبس تانية، وبالتالي الريليشنز بدأت تزيد، وبالتالي النتورك هي اللي بدأت تزيد. تاني نفس مثال حضراتكم اول يوم لما دخلنا الكلية هنا، حضراتكم غالبا محدش كان فيكم يعرف التاني، لكن يعني دقيقة يعني محاضرة محاضرة بدأنا نتعرف على بعض، بدأ كل اتنين مثلا يتعرفوا على بعض وبعد كده يسيبوا بعض ويروحوا يعملوا كوميونيكيت او يتناقشوا مع اتنين تانيين مع تلاتة، وبعدين يجي الشخص الاولاني اللي كان معاهم يقف معاهم، فبدأت الدايرة تزيد 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 تكبر. طيب هو هنا في اي حاجة بتحدد الزيادة دي حصلت ازاي، ولا هي تمت بشكل عشوائي؟ هي تمت بشكل عشوائي، مفيش حد معين من حضراتكم هو اللي جه وجمع كل الناس مثلا بتوع ليفل 1 او الفرقة الاولى او المستوى الاول وعرفهم على الباقيين، مفيش حد عمل كده، يعني مفيش حد كان عارف فعلا اساسا كل الاشخاص اللي موجوده او اللي لسه داخله عندنا ايه في الكليه. اوكي فهو بالظبط كده فكره imagine organization a party for 100 guests. احنا لو تخيلنا ان احنا في بارتي برضو نفس الفكره، ان انا دخلت حفله وفيها مئات من الاشخاص هم اساسا ما عرفوش بعض، لكن بعد شويه soon they see them chatting، بنبدا نتكلم مع بعض، بنبدا نتكلم ونبدا نكون جروبس 2 3 4. بعد شوية بيبدأ يحصل ميكس بين الجروبس الصغيرة اللي اتكونت دي، ويحصل creating the indirected paths between individuals. اوكي indirected، بس بتكون النتيجة ان الجروبس دي بدل ما كانت 2 و 3 بقت 4 بقت 5 بقت 10 بقت 20، بقى الجست كله او بقى ايه بقى كل الاشخاص تقريبا اللي موجودين بيتعرفوا ايه على بعض. فهي دي ببساطة شديدة فكرة الجروث بيتم بطريقة راندوم او بطريقة ايه عشوائية. النوع التاني عندنا هو نوع بيطلق عليه سكال فري نتورك، وده بيعتمد على فكرة ان في نودز هي اللي بيكون لديها القدرة اكتر انها تجذب نودز تانية او اشخاص بقى تانيين، بما اننا بنتكلم في السوشيال نتورك، لايه الشبكة دي. يبقى nodes with higher degree have stronger ability to grab links added to the network. فاكرين حضراتكم المثال اللي احنا اتكلمنا فيه عن طلاب اتحاد الطلبة، الاشخاص اللي هم بتوع اتحاد الطلبة بنلاقي دايما ان هم العلاقات بينهم ليهم علاقات كتيرة لكل الطلاب، مش يعني لو هما مثلا في سنة تالتة او رابعة لا، دايما نلاقي ان ليهم علاقات كمان بالطلبة اللي داخلين جداد سنة اولى وسنة تانية، الاقسام المختلفة الشعب المختلفة. فهي دي النودز اللي دايما، وممكن هما اللي مثلا بيحاولوا مثلا يشجعوا حضراتكم ان انتوا تشتركوا مثلا في نشاطات مختلفة كانت خاصة بالكلية، في مسابقات مسابقات رياضية، فهما دول اللي بيمثلوا في بعض الاحيان اللي هي نودز with higher degree، ان ليهم علاقات كتير وبيحاولوا يكونوا علاقات اكتر وبيحاولوا يضموا نودز تانية لايه للشبكة، وبالتالي هي هنا الزيادة بتتم عن طريقهم، نمو الشبكة بيتم عن طريقهم، عن طريقهم بشكل واضح. فعشان كده بنقول ان الشكل هنا الجروث بيبقى سكال فري ما هوش راندوم. تمام. ومن الأمثلة حتى اللي مش في السوشيال السكال فري فكرة الريفر نتوركس. احنا لو شفنا شكل الريفرز او شكل اي نهر بنلاقي ان في نقاط اساسية هي اللي بيكون نابع منها الفروع الصغيرة، فالنقاط دي هي اللي بتمثل النودز اللي هي ليها higher degree،
اللي هي عن طريقها في فروع كتير موصلة الفروع دي بالشبكة ايه؟ بالشبكة الأساسية. أو حتى شكل تاني أو اكزامبل تاني للسكار فري، فكرة السنكرونيزيشن اللي بتتم لما مثلا احنا مثلا في حفلة، أو مثلا حد بيقول خطاب قدامنا، وممكن نبقى كلنا ايه، هو خلص الخطاب ونلاقي شخص بدأ يسقف، فبنلاقي ان الناس كلها دايركتد بدأت تسقف على ان هو بدأ يعمل، ان هو بدأ يسقف. فبيكون في شخص هو زي ما بنقول الشرارة كده، او هو البداية، وبيجذب اليه كتير من النودز التانية ان هي ايه، تنضم للشبكة بتاعته او للفعل اللي هو ايه بيعمله. اخر نوع، اخر نقطة عندنا هي فكرة السوشيال نتورك افكتس. اتكلمنا يا جماعة قبل كده على فكرة ان دلوقتي من حتى فكرة الانترنت، او من تأثيرات وجود الانترنت، بقت فكرة وجود زي ايه، العولمة. اوكي، ان احنا دلوقتي جلوبال، او فكرة دلوقتي ان العالم كله زي ما بيطلق عليه كده ايه، قرية صغيرة، لان هو قدر ان هو يوصل ناس من اماكن مختلفة، من اتجاهات فكرية مختلفة، من باك جراوندز اجتماعية مختلفة، اقتصادية، جنسيات مختلفة، لهجات مختلفة حوالين العالم. فبقى العالم دلوقتي كأنه كله قرية صغيرة، حاجة واحدة، حاجة مفيش حدود. هو كسر فكرة الحدود سواء الجغرافيكال اور الايه، البوليتيكال باوندري. فمن تأثيرات فكرة السوشيال نتورك هي ظهور الفكرة دي. يعني هو ظهر بسبب فكرة العالم قرية صغيرة، مش بسبب وجود الانترنت في حد ذاته، لا، بسبب وجود السوشيال نتورك اللي اتكونت على الانترنت. ف one of the most important effects of social networks is making the global like a small world. وفي نظرية موجودة بيطلق عليها 6 degrees of separation. دي بسببها، او بسبب الدراسة دي او النظرية اللي طلع مفهوم the small world effect. فكرة 6 degrees of separation دي او small world effect بتقول ببساطة ان بينك وبين اي شخص في العالم عايز توصل له رسالة 6 خطوات. يعني انا لو عايز ابعت رسالة لترامب، رئيس امريكا، ممكن يكون بيني وبين 6 خطوات بس والرسالة توصل. تبع للنظرية دي هي بتقول النظرية بدأت بأن كان في باحث اسمه ميل جرام عمل تجربة. كان هو فعلا عايز يوصل رسالة معينة لرئيس البلدية اللي موجود عنده في البلد، كان عنده شكوى معينة وعايز يوصلها، بس هو ما يعرفوش طبعا بشكل مباشر، وما يعرفش حد يعرفه بشكل مباشر. ففكر ان هو هيسأل مجموعة من المعارف بتوعه، المعارف الخاصين ليه، ان هم ياخدوا الرسالة دي ويوصلوها لشخص تاني بس هم يعرفوه، شخص تاني هم يعرفوه، يعني يتخيلوا انه ممكن يقدر بطريقة ما تقربوا من الرسالة توصل لايه، لرئيس البلدية اللي هو عايز يوصل له ايه الخطاب بتاعه. وعدى ايام، وعدى تقريبا شهر، وكان متوقع ان الرسالة خلاص مش هتوصل، وان الموضوع خلاص ما فيش امل ان الرسالة بتاعته توصل، او ان يجيله فيدباك ان الرسالة وصلت واستجابة ليها. لكن فوجئ ان ربع الاشخاص اللي وصلت في ايديهم الرسالة قدروا بالفعل يوصلوا الرسالة لرئيس البلدية دي، وجات له منه استجابة عن تساؤله او عن الشكوى بتاعته. فبدأ يكرر التجربة تاني مرة واتنين بأشكال مختلفة، لحد ما قدر يحسب هي ازاي، او عدد الخطوات ازاي ان الاشخاص تقدر توصل الرسالة بينها وبين بعضها، لحد ما وصل ان average through the hands of only about 6 people in doing so. هي بس تقدر تحصل الرسالة، ممكن تقدر توصل بين اي شخصين فقط عن طريق 6 اشخاص. وبالتالي تم اطلاق النظرية او نتيجة التجارب دي باسم 6 degrees of separation. بصوا حضراتكم الرسمة اللي موجودة دي،
الرسمة دي هي بتقول ان انا عندي A وعندي B، عندي two nodes، وحتى هي مرسومة على ان هما على اطراف الشبكات، يعني على اطراف الشبكة اقصى اليمين واقصى الشمال A and B. لكن قدرنا نلاقي shortest path، طريق مختصر بيوصل بينهم، وده معناه ان الرسالة فعلا ممكن توصل بين اي شخصين عن طريق 6 degrees او عن طريق 6 خطوات. بس في شرط مهم، ان انت تختار مين الخطوات اللي انت محتاج الخطوات اللي على اساسها هتوصل الرسالة. على سبيل المثال، حد من حضراتكم عايز يوصل الرسالة، عايز يوصل رسالة مثلا معينة لرئيس جامعة القاهرة، اوكي؟ طيب يبقى الرسالة دي وهو في دايرة المعارف بتاعته، يا ترى يحاول يديها مثلا لاخوه، ولا يديها لواحد زميله معاه في الكلية، ولا يديها لدكتور معاه او دكتور العلاقة بينه وبينه كويسة ويقدر يطلب منه حاجة زي دي؟ تفتكروا المفروض هيختار مين فيهم؟ اخوه هو في شبكة الدايرة بتاعته او في العلاقة في النتورك الخاصة بيه هو، صحيح، لكن هو مش على شبكة الكلية خالص، تمام؟ هو صحيح اللي بيربط بين الشبكة العائلية وشبكة الكلية الشخص ده، لكن اخوه مش على شبكة الكلية، فهو كده كأنه بيختار نود، بس نود بعيدة، نود مش هتقربه من الهدف بتاعه. زميله هو اقرب شوية من هو، لان هو نفس على نفس الشبكة، بس برضه مش هيكون بنفس السرعة اللي ممكن لو وصلها لدكتور معين مثلا ان هو يقدر يديها لحد عميد الكلية، عميد الكلية يديها لأحد الوكلاء أو يتواصل بيه بشكل مباشر، فتقدر الرسالة توصل عن طريق إيه؟ عدد من الخطوات أقصر، تمام يا جماعة؟ يبقى تاني ذا سمول وورد افكت عمليا بتطبق أو ممكن الوصول ليها أو تطبقها في حالة إن أنا بختار شورت باث ثرو ذا نتورك، أقصر الطرق الممكنة من خلال النتورك. عشان كده زي ما قلنا احنا لما بنيجي ندرس النتورك ضروري جدا ان احنا نعرف البروبرتيز، ضروري جدا ان احنا نعرف طبيعة الريليشن دايركتد اور ان دايركتد، نحسب الديجري سنتراليتي فور ايتش نود، نحسب الكلوزنس سنتراليتي، عشان نقدر ايه، عشان نقدر نوصل لمفهوم او فكرة زي دي، او مدى تأثير فكرة زي دي وفكرة سمول وورلد. ايه دي؟ امثله على اشكال للسوشيال وورلد نتورك. زي ما حضراتكم شايفين مفيش شكل معين بيربط النودز. نمبر A هي سمول وورلد نتورك، في علاقات مختلفه باشكال مختلفه، في نودز ليها هاي سنتراليتي عالي الهاي الديجري سنتراليتي مثلا بتاعها 5، في ديجريز تاني لا مثلا بتتواصل ب2، في ديجري في نودز تانية الديجريز بتاعتها 3 وهكذا. لكن هنلاقي حتى من الرسمه ان النودز اللي ليها هاي ديجري هتلاقي ان ايه، ان الكونكشنز بتاعها كبير. طيب نمبر بي بيشرح فكره سكال فري نتوركس، في نودز مهمه، في نودز هي اللي بتعمل جراب او هي اللي بتضم بقيه النودز او بتربط اجزاء الشبكه بينها وبين بعضها، عشان كده بيطلق عليها سكال فري. طيب الراندوم نتورك مفيش structure معين اقدر احددها، مفيش طبيعة معينة اقدر احددها للنودز، كل النودز الريليشن بتاعتها يا واحد يا اتنين، متواصلة بينها وبين بعض بشكل ايه، بشكل يعني random في الايه، في الاغلب. السوشيال نتورك في applications معينة، في طرق معينة بتقدر تحللها، بتقدر توضح يعني توضح لينا بشكل واضح وصريح، وتحسب هي الديجري سنتراليتي، وتحسب الكونكتيفيتي، وتحسب شكل العلاقات بشكل بسيط، بقت موجوده دلوقتي برضو باستخدام سوفت وير معين، وبيطلق عليها السوشيال نتورك اناليسيس او تحليل الشبكات الاجتماعيه. فالسوشيال نتورك اناليسيس از ذا ستادي اوف سوشيال نتورك، هي دراسه للسوشيال نتورك. واي؟ to understand their structure and behavior،
عشان تدرس الاستراكشر بتاعها، ومن خلال الاستراكشر انا هقدر افهم البيهيفير او السلوك بتاع النتورك ده ازاي. والسلوك هنا مقصود بيه ازاي الانفورميشن، ازاي الداتا، ازاي الديزيزز هتقدر تنتشر او هتقدر تتشعب في النتورك بتاعي. بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن مابينج، ان احنا بنرسم. It is the mapping and measuring of relationship. بنرسم ونحدد الكاركترستيك اللي احنا اتكلمنا عنها مع بعض. Measuring of relationships and follows between people, group, organization, computers and other connected nodes. The social network analysis is the study of social network. تاني هي بتركز على فكرة السوشيال، دراسة الشبكات الاجتماعية. ومن أهم التولز اللي مستخدمة أو مشهورة حاليا هي تو سوفت وير، واحد اسمه جافي، وده فعلا اللي بيتم دراسته هنا بشكل مفصل في الثيرد ليفل، في سنة تالتة عندنا بيتم دراسته في كورس كامل، وسوفت وير تاني اسمه باجيك. ده مثال على استخدام جافي في تحليل شبكة أو شبكة لمجموعة من الأفراد، يعني شبكة الصداقة الخاصة بيك على النتورك. يعني حضرتك دلوقتي عضو أو ممبر في النتورك الخاصة بالفيسبوك، فلو مجرد إن أنت تعمل ريليت بين السوفت وير بس وبين الفيسبوك، الأكاونت بتاع الفيسبوك بتاعك، هو بياخد الداتا اللي موجودة على الفيسبوك ويبدأ يحللها، يبدأ يحلل طبيعة العلاقات بينك وبين كل الفريندز اللي موجودة عندك. ففي المثال اللي موجود قدام حضراتكم ده، هنا بنقول أو بيبقى واضح إن مثلا أكبر جزء من الشبكة بتاعت حضرتك على الفيسبوك، أو يعني بتاعت المثال اللي موجود قدامنا، هي للهاي سكول، أوكي، اللي هو اللون الأخضر اللي موجود على اليمين على فوق ده. طيب في مجموعة تانية اللي هم الميدل سكول، وفي بينهم وبين الهاي سكول في شوية ريليشن أو في علاقات، يعني كان زميلك في الميدل سكول وفضل زميلك في الهاي سكول، أوكي. طيب في جروب تاني كده، في جروب تاني للفاميلي، أوكي، في جروب تاني للفاميلي بلون مختلف، بسايزز مختلفة للنودز نفسها، أوكي. في جروب تاني خاص باليو بي اس كامبس فريند، انه لو حضرتك مشترك في كامبس معين وهكذا. في جروب تاني برضو باليو بي سي كلاس ميت، ان هما دول زمايلك في الفصل. في اوتلايرز، يعني اوتلايرز فريندز حضرتك عامل لهم اد بس هما مش مرتبطين باي حد تاني من اللي موجودين عند حضرتك في الشبكه. يعني في اوتلايرز، دي الاوتلايرز دي معناهم ايه؟ معناهم ان حضرتك مثلا رحت احتفاليه معينه او رحت مكان معين، اتعرفت على شخص، عملت له اد، فهو معاك على الشبكه بتاعتك، بس هو مش مرتبط اطلاقا باي شخص تاني موجود على الشبكه. فحضراتكم قادرين تتخيلوا ازاي مجرد الرسمه، ازاي مجرد استخدام سوفت وير بسيط ممكن يدينا كمية من المعلومات وكمية من الانفورميشن على شكل الشبكة وشكل العلاقات وكتير كمان من المعلومات التانية. ياريت حضراتكم تحاولوا تملوا الجدول ده ببساطة شديدة، ان حضرتك هتقعد تفكر examples of real life networks، اوكي، هتقعد تفكر social networks وتملاها، تبقى ايه اسم الشبكة، شبكة العائلة مثلا، شبكة الاصدقاء، شبكة مثلا الجيران وهكذا. هتحدد فيها النودز، يعني هتقول مين الاشخاص، يعني الاب الام او مثلا الاخوة مثلا، دي هتبقى العائلة. طيب في الكلية زمايل الجامعة هيبقى مين النودز، برضو الجامعة هيبقى زمايل ايه الكلية وهكذا. طيب اللينكس او الايدجز في الفاميلي مثلا، طبيعة الايدجز او اللينكس اللي هي ايه، علاقات ايه، علاقات عائليه، او ان هو علاقه الدم، او ليه علاقه الفاميلي تري. طب يا ترى العلاقات دايركتد اندايركت. طيب نبدا نفكر التايب اوف جروث، يا ريت تحاولوا تفكروا ايه، تفكروا فيها. ان شاء الله هينزل على لحضراتكم على المودل كمان مجموعه من اليوتيوب لينكس
هيبقى فيها شرح او مجرد امثله زياده عن مجموعه من البوينتس اللي احنا شرحناها هنا. هي صغيره في الحجم، واعتقد ممكن تقرب لحضراتكم مجموعه من الافكار اللي احنا شرحناها، زي مثلا السكالب فري اند راندوم جروث. ممكن توضح لحضراتكم مجموعه تانية من الافكار. شكرا.